مستمعي الكرام، في حلقة هذا المساء بحول الله اخترنا الحديث عن معدن البوتاسيوم. البوتاسيوم هو معدن ضروري للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك المحافظة على معدل الضغط الدموي، وطبعا على توازن السوائل في الجسم، ونقل الإشارات العصبية وانقباض العضلات. ويلعب البوتاسيوم دورا مهما في تنظيم ضغط الدم، ينظم نقل المواد الغذائية إلى الخلايا، يحافظ على توازن كمية الماء في الجسم، ويحسن من عمل الأعصاب، وقد يساعد في الشفاء من الحروق. وطبعا مصادر البوتاسيوم، هناك الموز، هناك الشمام البطيخ يعني نحن في المغرب، هناك البندق، هناك الزبيب، هناك أيضا الحبوب الكاملة، وهناك الكرومب والبقدونس والكرفس. وإذا يعني ما تحدثنا عن نقص أو أعراض نقص البوتاسيوم، قد يكون له أثار وخيمة على الصحة. إذن سنتعرف بمعيتكم مستمعي الأعزاء على خصائص معدن البوتاسيوم مع فضيلة الدكتور محمد الفيد، المتخصص والخبير في علوم التغذية. قبل ذلك أذكركم مستمعي الكرام بصفحة البرنامج على الموقع الاجتماعي الفيسبوك، وذلك لطرح أسئلتكم. وولوج الصفحة يكفي أن تكتبوا نخل رمان إيميسيون. دكتور، معدن البوتاسيوم مهم لصحة الإنسان لكن مضر للبعض. في البداية وضح لنا ما هو معدن البوتاسيوم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. علم التغذية في القرآن ينقسم، هذا المملكة النباتية، لأننا نحن في علوم الأحياء نقسم العالم إلى مملكتين، المملكة النباتية والمملكة الحيوانية. والمملكة النباتية يقسم القرآن إلى قسمين، رغم أن العلوم تقسمها إلى 86. القرآن يتكلم عن الحب والنوى. شو التقسيم ديال الله سبحانه وتعالى أحسن من التقسيم الموجود في الكتب العلمية. لماذا؟ لأن جميع الأشياء التي تعرش، التي ترتفع عن الأرض، هي تسمى شجرة، فهي عندها نوى. ثم الأشياء الأخرى تسمى الحب بتفسير آخر. لما يكون عندنا مثلا الحب عنده يكون سيلولوزيس، هذا يعني هذا السيلولوزيس هو هذا السكر الذي يخلي النبات يوقف، بحال مثلا هذا النباتات والأعشاب والزرع، وهذا عنده سيلولوزيس. لما يكون السيلولوزيس يطغى على اللينين، على مادة الخشب، نسميها شجيرات أو نبات. لما تكون عندنا الليجنين أكثر من السيلولوزيس نسميها شجر. نشوف مثلا أي شجرة تمشي تأخذ منها حاجة تكون صلبة، بحال العصا تقطع من تأخذ من الأشجار، ولكن لا تأخذ من القمح والذرة والفول والشعير. هذه فيها السيلولوزيس، فيها الليجنين، ولكن الأشجار فيها الليجنين. ولذلك جميع الأشياء التي فيها نوى هي تعتبر أشجار، والأشياء اللي ما عندهاش الليجنين ليست أشجار، هي عند الحب. يعني آية في القرآن، إن الله فالق الحب والنوى. يعني هذا التقسيم، هذا تقسيم عجيب جدا. تفضلتي ثم بهذه اللائحة، ولكن لائحة قصيرة، ولائحة هي اللائحة المتواترة في الشبكة، دكتور، أنا هي اللائحة الموجودة في الشبكة. يعني حتى الأطباء لما اجتهدوا، لا أذكر كل شيء، ولكن أنتم عليكم أن تذكروا كل شيء. أكيد. طيب لما تقدم واجتهد الأطباء، بدوا كيعطيوا الموز للرياضيين، الناس اللي كيمارسوا الرياضة، لاعبي التنس، كيعطيهم موز بحجة أن الموز فيه بوتاسيوم مرتفع، ولكن هناك دول ليس فيها موز، وأن الموز موسمي ولازم يكون عندنا موز طول السنة. فهذا من الأخطاء العلمية، هذا نعتبره نحن نعتبره خطأ علمي كبير جدا. لماذا؟ لأن ليس الموز هو الأول في البوتاسيوم، أن التين الشوكي هو الأول في البوتاسيوم. الهندية هي الأولى في البوتاسيوم. عجيب. نعم، هذا التين الشوكي، ثم الرمان فيه بوتاسيوم. نعم، هذه فواكه أقوى، ولكن هذه الدول الأوروبية والأمريكية ما عندهمش الرمان، ما عندهمش التين الشوكي، طبعا الموز ما علينا، ولكن أننا نجيو إحنا في المغرب ونعطيو اللاعبين ديالنا الموز لأن فيه البوتاسيوم، لا، البوتاسيوم عندنا بحال في المغرب، اللعابة خصهم ياخذوا التين الشوكي، وخصهم ياخذوا فواكه اللي عندنا في المغرب اللي هي فيها البوتاسيوم. أول نبات في البوتاسيوم هو الصبار، سبحان الله، والدرقد الهندية. هذه الودن ديال الهندية اللي الناس ما كياكلوهاش، الضلفة اللي كنسميوها الضلفة البادل،
هذه البادل هذه الاوبونتيه في التجميل غالبا. نعم هي الاوبونتيه هذه البادل هذو يعني ما تيتكالوا عليا المكسيكيين كيخضروا بها، هي احسن خضره. ولماذا؟ لماذا؟ لان هذه تحتوي على 1000 ملي جرام بوتاسيوم، هي يعني اللغة. مستوى عالي جدا. ثم تتبعها البطاطا الحلوه. نعم جيد. نعم البطاطا الحلوه والقلقاس كنسميها في المغرب بطاطا القصبيه، ثم الصفرجل. نعم ماشي، هذه اشياء قويه. البوتاسيوم يوجد في كل ما خلق الله على وجه الارض، ولكن هناك هما اشياء غنيه يعني اشياء فيها تركيز اعلى مركز. نعم, نعم. فباش ما نضيقوش الناس حياتهم، كل النبات فيه بوتاسيوم. كل النبات فيه بوتاسيوم، هذا هو الناس يعرفوا هذه القضيه. البوتاسيوم لا يوجد عند الحيوان، او يوجد الصوديوم اكثر من البوتاسيوم عند الحيوان. بحال الحليب فيه صوديوم اكثر، الحليب كيوصل حتى ل 25 ملي جرام ويوصل حتى ل 30 ملي جرام بصوديوم. كاين هذا يعني اللحوم فيها الصوديوم، السمك فيه الصوديوم، كل الحيوانات فيها الصوديوم، ولكن البوتاسيوم هو اللي كيطبع النبات هذا. وان الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني هذا الخزائن طبعا، وهذا القدر ما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني جامع لأحكام القرآن وتفاسير كثيرة منهم، حتى ابن حجر هذا العسقلاني تفاسير طبري، كل شيء تفاسير كلها تجمع على هذا التنزيل دائما كيف يفسروه بالماء. وما ننزله إلا بقدر معلوم تعني الماء، تعني الرزق، تعني أشياء كثيرة، لأن هنا قرآن يعني قوي جدا. ولذلك احنا في هذا علم التغذية عندنا آيات عديدة، ولكن هذه الآيات تؤلف فيها كتب. نعم. تؤلف فيها كتب، لماذا؟ لأن كل كما قلت كل ما خلق الله، كل ما يخرج من الأرض، شوف تغذية الإنسان وشوف القوة فين كاينة، القوة كاينة في ما يخرج من الأرض وليس ما يدب على الأرض. نعم. باش الناس يعرفوا، ما يدب على الأرض هو الحيوان، ما يخرج من الأرض هو النبات. هذه يعني حتى في سورة لقمان كاين إخراج النبات وكاين وبت فيها من دابة، يعني الدابة يبتها الله ثم يخرج النبات من الأرض، وحتى الدابة تقتات على هذا النبات. يعني هذا فهذا النبات كله بوتاسيوم، نكون واضح. ولذلك دائما أنا من اللي كنتكلم عن نظام الإنسان ونظام نباتي، داخل فيه اللحوم، نحن لا نحرم ما أحل الله، داخل فيه لحوم طبيعية حمراء، حيوانات مسروحة جيدة، مرة في الأسبوع الناس اللي كيتحركوا، مرة في الشهر، يعني هذه ليس ما عندناش مشكل، ولكن أن تكون في النظام الضروري، في النظام الاعتيادي والأساس. لا. لا ليس في النظام الأساسي. لا. لأن اللحوم والحليب ليست أساسية، والمواد الحيوانية ليست مواد أساسية، إنما النبات مواد أساسية. لماذا؟ لأن النبات فيه مضادات للأكسدة. نعم. ولا توجد عند الحيوان. النبات فيه الألياف الغذائية، لا توجد عند الحيوان. نعم. النبات فيه المضادات للأكسدة وهذه والفيتوستروجينات. نعم. يعني الألياف الغذائية المضادات للأكسدة الفيتوستروجينات، الفيتوستروجينات توجد عند الحيوان. نعم. كاين شيء قليل شوية في الدجاج البلدي، كاين بعض الأشياء هكا أشياء قليل يعني. نعم. في الحلزون ولا أشياء هكذا في الجراد كاين، إنما هذه الفيتوستروجينات هي تقتصر فيتوستروجين، هي كلمة فيتو تعني بلانت، تعني يعني نبات. نبات هذه فيتوستروجين هو عليا الحيوانات اللي عندهم شويه فيتوستروجين وماخذينها من نبات. نعم. ياخذونها من نبات طبعا. فهذه الاشياء هذه كل النبات، بمعنى ان الشخص الذي يتغذى على النظام النباتي رقم واحد بريمو، من المستحيل ان يكون عنده ارتفاع ضغط. نعم. لان البوتاسيوم هو الذي يسوي ضغط الدم في الجسم، والبوتاسيوم هو الذي مسؤول عن يعني مع حمض النتري اللي موجود في النبات كذلك. نعم. هو اللي يخلي الشرايين جيدة، ليس هناك ليس فيها 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 مشكل حتى تمدد هذه الشرايين، يعني نسيج يتمدد. نعم. البوتاسيوم يساعد كذلك على هذه يعني الإشارات العصبية، يعني هو يسهل مرور الإشارات العصبية وهكذا، من المستحيل. لماذا؟ لأن النبات ليس فيه حمض الأوميغا 6، وإلا كيكون حمض الأوميغا 6 سيس مش ترانس. نعم.
المواد الدسمة المستخرجة المكررة ريفايند، هذا الريفايند فودز كلها يعني فيها بوتاسيوم زايد وفيها الدسم الترانس والدسم المشبع. النبات ليس فيه دسم مشبع، النبات ليس فيه كوليسترول. يعني شوف الفرق ما بين الحيوان والنبات. النبات فايت الحيوان بالمضادات الأكسدة والفيتوستروجينات والألياف الغذائية، وفايت النبات بالحمض الأوميغا 3، حمض الأوميغا 3 موجود في النبات لا يوجد عند الحيوان، وفايت الحيوان بالأنزيمات، الأنزيمات توجد في النبات لا توجد عند الحيوان، وفايته بعدم احتوائه على المواد الدسمة، أن فيه زيوت، نبات فيه زيوت ما فيه شحمة، والزيوت كلها جيدة. وكاين أشياء اللي رغم أننا نجدها في بعض المواد الحيوانية، نجد بعض الفيتامينات في الكبد ولا في اللحوم ولا نعم، ولكن توجد في النبات أحسن، مثل التوكوفيرولات مثلا، الفيتامين إي هذا في الحبوب الزيتية، يعني حبوب نوار الشمس، وموجود في الفول السوداني، موجود في اللوز، في الجوز، كل المواد اللي فيها زيوت، المواد الزيتية كلها فيها هذه التوكوفيرول. فهذا البوتاسيوم شنو كيعمل في الجسم؟ يعمل كل شيء، سبحان الله، باش ما نحصروش يعني الأعراض، يعني مهم وأساسي. ولذا نعم كشاش مغيش نذكر مرض دون مرض، يعمل كل شيء. أصحاب السكر إذا كان عندهم صوديوم وعندهم كوليسترول، هاد الأشخاص هادو كان الله في عونهم، وغادي يمشيو لهم العينين، وغادي تمشي لهم الكلية، وغادي يمشي لهم القلب. إلا كان عندهم بوتاسيوم ناقص والصوديوم طالع، وإلا كان عندهم كوليسترول طالع وما عندهمش حمض الأوميغا 3، هادو كان الله في عونهم. يعني أصحاب السكري وأمراض القلب والشرايين والأمراض اللي حولها، مثل ارتفاع الكوليسترول، مثل ارتفاع الشحوم الثلاثية وما إلى ذلك، هاد الأشخاص هادو خاصو يكون عندهم حمض الأوميغا 3. الأكل ديالهم سمك، تسحب منه اللحوم، يعني يأكلوا سمك ويأكلوا الجوز ويأكلوا اللوز ويعني والسمسم وحبوب الكتان، هذه كلها ضرورية للناس اللي عندهم أمراض القلب والشرايين. علاش؟ لأن مصدر حمض الأوميغا 3، حمض الأوميغا 3 هو الذي يحفظ القلب من رقم واحد، يحفظ القلب رقم واحد، يعني ثم يحفظ جميع فيزيولوجيا الجسم، لأن حمض الأوميغا 3 لا يعمل عمل يعني معين، هو يسهر على فيزيولوجيا الجسم كلها بما في ذلك الهرمونات. النساء اللي عندهم خلل هرموني خاصهم مصادر حمض الأوميغا 3 ويوقفوا الكوليسترول وما يكون عندهم مشكل، يعني هو يضبط مستوى الكوليسترول. نعم، أو يديب الدهون هذا. نعم، وهذا النظام نكمل، أصحاب السكري وأمراض القلب والشرايين يكون عندهم نظام نباتي. نعم، هنا يمنع اللحم على أمراض القلب والشرايين والسكري، يمنع هنا، يمنع منعا كليا، يمنع. يعني لماذا؟ لأن الدسم المشبع زائد كوليسترول غادي أزم، غادي تولي مضاعفات السكري، وغادي أزم أصحاب القلب والشرايين. لماذا؟ لأن غادي تجمع الهوموسيستين في الشرايين، وغادي يكون عندها تيروسكليروزيس عليين، غادي يكون كل شيء، تضييق الصمامات، وغادي عليين كل شيء، غادي يولي يعني حتى التمدد، يعني هذا الديلاتيشن، حتى التمدد لهذا النسيج ديال الشرايين ما غاديش يكون يتمدد. هذه هنا في الناس يفهموا، لعشان بدينا كنتكلموا يعني بدينا بالأغذية، ولكن دابا رجعنا من العناصر، يعني وهذا العنصر غادي يجبد لنا هذه التغذية اللي تكلمنا عليها، باش الناس نعاودوا نزيدوا نفهمهم ونأكدوا لهم هذه المسائل، وكنطلبوا منهم الله يجازيهم بخير، اللي عنده هذه الأمراض ما يبقاش مدبدب. صافي، ما يبقاش مدبدب، راه كنتكلموا بعلم. وغادي يشوف راسو ارتاح، واذا ارتاح يتبع. امراض القلب والشرايين ممكن ياكل شويه اللحم مره في الشهر ولا حاجه، نعم، ولكن غير طريف صغير، لكن يبعد من اللحوم يكون احسن، ياكل سمك. نعم، البيض البلدي والسمك ما كاينش مشكل، هاد مالين السكر. غالبا الناس كيقول لك بان البيض البلدي فيه كوليسترول. لا عليا، البيض البلدي فيه شيء من الكوليسترول، لكن فيهش دسم مشبع. الكوليسترول خاصو الدسم المشبع، عادي يكون خطير لما يكون مع الدسم، لما يكون مع الشحمة، يعني يكون خطير اللحم. لما يكون كوليسترول لوحده معزول لا يعمل اي شيء، ليس خطير. يعني هذا الانسان اللي خاصو يفهمه. نعم، البيض البلدي فيه، البيض البلدي فيه لاليسيتين، فيه لاسيتيلكولين، نعم، في مادة الليسيتين، في كبريت، يعني هو مصدر كبريت معروف، هذه في بروتينات عالية، في تريبتوفان، يعني حمض التريبتوفين، وفي هذا الكروميوم، معدن الكروميوم، هذه كلها اشياء جيده. يعني يعني في تشويه كاروتين، هذا يعني لان الدجاج، لان الدجاج هذا البري، نعم، كياكل نبات بكثره، وهذا النبات هذا الكاروتين كيجمعها في صفار البيض. نعم، كنلاحظوا على اين الصفر ديال البيض البلدي ماشي بحال الصفر ديال البيض الاخر، يعني كيكون شويه، حتى ان هذيك الدواجن الان الحديثه يعني الصناعيه، تغذيه هذه الدواجن كيزيدوا فيها
الفيتامين ا كيزيدوا الكاروتين باش الصفر ديال البيض يجي يكون 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 اصفر. وهناك الزبده البلديه يعني الزبده البلديه هي كذلك الكاروتين ديال الحليب. نعم الكاروتين ديال الحليب يخرج مع الزبده. يعني فيها كوليسترول مرتفع؟ لا ما فيها عليه ما فيهاش كوليسترول يعني ما خصش يكون فيها كوليسترول بعدا خطير. الزبده ما فيهاش كوليسترول الزبده البلديه نتكلموا على الزبده البلديه يعني اللي ممخوضه اللي جايه من الحليب المتخمر اللي كيتمخض وكنخرجوا منه الزبده البلديه ليس فيها خطر الكوليسترول. ممكن الاشخاص ياكلوها بدون تحفظ. نحن نتكلم بعلم ماشي نبقى لا نص معلقه ولا نص معلقه كل الزبده ياكل خطر خيرا. المهم التوضيحات هذه راه مفيده لان الحليب لما يتخمر باش نعطيه التاصيل العلمي الحليب لما يتخمر البكتيريا اللبنيه تثبط الكوليسترول تشد الكوليسترول. نعم اللي كنسميو حنايا الكوتين. الكوتين فينومينا شنو الكوتين؟ هو هذا الكوليسترول هذه البكتيريا كتغلف به كتعمل به واحد الغلاف. الكوت الكوت هي هذا اللباس اللي كنلبسوا فوق الثياب يعني هذا اللي كنسميو لي مونطو. نعم يعني هذا الكوتين هذا الكوتين هذه الخلايا كتاخذ الكوليسترول وكتغلف به كتلبسه. نعم معناها كتثبطه صافي ما كيبقاش انكتيفيشن ما كيبقاش يعني خطير. خطير نعم. هذه الزبده البلديه هذه اللي على انا هذه البكتيريا اللبنيه معروفه يعني احنا عملنا ابحاث على هذه القضيه ديال 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 الكوليسترول. لا وثم يتبعها السمن السمن اللي كيتحضر السمن الحار اللي كنسموه في المغرب السمن اللي كيتحضر من الزبده البلديه كذلك. نعم. ليس فيه اي خطر لا صحاب القلب ولا صحاب السكري. هذا البوتاسيوم هو كما قلت يسوي اي شيء في الجسم البوتاسيوم. نعم. واي شيء في الجسم سبحان الله. ماذا يعني هذا اي شيء يعني اي شيء هو هذا البوتاسيوم هو الذي يسهر على التوازن القاعدي الحامضي. نعم الاسيد بازيك بالانس هذه الاسيد بازيك بالانس في الجسميه كل شيء. نعم. يعني الاطباء كيعرفوا بان البي اتش حموضه الدم اللي كتنخفض ملي كان البي اتش ديال الدم 7.2. نعم. لما تنخفض على هذا 7.2 الدم لا يقوم بتبادل الاكسجين مع ثاني اكسيد الكربون ثم. نعم. تتوقع اسيدوزيس ويقع اختناق الجسم. نعم. هذا من جهه. من جهه اخرى من اللي كيكونوا معادن اخرى اللي كنسميهم يعني هذه اللي كيسووا البي اش فرنسيا كيسموها الطلبه كيسموها طومبون يعني هذا الحديث ديال 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 هذا البافرين البافرين فاكتور هو الكالسيوم اللي غنشوفوا بان اللي غادي نمشيو مثلا الكليه غادي نلقاو بان الا خرج الماء بكثره كيضيع الكالسيوم. نعم كنسميوه ريبتور. الا ما خرجش الماء كيوقع انحباس كيولي مشكل هنا يعني كيشوفوا الناس اللي منفوخين اللي برجليهم واللي منفوخين يعني هنا كتولي تهويه الاكسجين ما كيوصلش كيولي اشياء اخرى. فهذا البوتاسيوم هو اللي يعمل ماشي على مستوى الكليه البوتاسيوم يعمل على مستوى الخليه. نعم يعمل على مستوى الخليه يعني كميه الماء وكذلك هذا الماء من ما نتكلم عن الماء في الكيمياء كلمه ماء في الكيمياء ليس هناك محلول في علم الكيمياء ندرسه بدون ماء. نعم كنسميه الكيو اس بي. هذا 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 الماء هو الذي نعمل فيه كل الاشياء لما نقيس مثلا بي اتش او حموضه اي ماده نعملها في الماء ونعمل التركيز ثم نحسب كولوغاريتم هذه يعني هذه. فنفس الشيء في الجسم لما يكون بي اتش مثلا اللعاب بي اتش اللعاب ليس 7 يكون شويه 6 أو 6.2. نعم. احنا الشخص مريض يجب ان يكون هذا هذا السائل عنده 7. نعم بوتاسيوم كالسيوم بعض املاح اخرى هي التي تسوي هذا 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 يعني هذا هذا البالانس يعني هذا التوازن. نعم. الحامض القاعدي اذا كان مثلا بي اتش حموضه البول شرف الله قدر السامعين. نعم. الاطباء خصهم يديروا واحد تشيكين يقوموا بواحد تحليله بسيطه هذوك عندهم واحد دي بوندليت ديال البي اتش يشريوها ويديروها في الفم ديال الشخص يشوفوا هذا اللعاب شحال البي اتش ديالو ويشوفوا هذو اليورين شحال فيه يعني البي اتش وغادي يعرف يعني الطبيب غادي يعرف حالات الجسم. نعم. يعني واش جيد ولا مش يعني مش مش جيد. ثم كاين تحليله مثلا شوف وقتاش نعمل تحليله البوتاسيوم. نعم لما يكون الشخص يصفي الدم. نعم نعم كيطلب لي الطبيب صوديوم بوتاسيوم املاح اخرى بحال الفوسفور فوسفور كالسيوم اشياء هذه كيعملها لي علي هو اليونوغرام هذا الايونوغرام هذا كيطلبوه الاطفال كيطلبوه لكل الناس اليونوغرام. نعم. خصو يكون التحليله ديال اليون خصها تكون خص الناس كيقوموا بهذه التحليله هذه. نعم البوتاسيوم خصو يكون في حدود 5.5 الطبيب تال 6 جيد. نعم يقبل طبيب تيقبل تال 6 وتيقبل تال 6.5. نعم جيد لازم ان لا ينزل على مستوى 3
نعم. ويجب أن لا يكون أكثر من 7.5 أو 7.8، وإلا هذا الشخص ممكن أن يصاب بسكتة قلبية إذا كان البوتاسيوم مرتفع. لماذا؟ لأن عضلة القلب لا تستحمل، لا تتوقف. عضلة القلب هي التي تضخ، عضلة القلب تتوقف في يعني في الحال. ولذلك رد البال، يعني الناس من اللي كياكلوا شي حاجة مالحة، معنى مالحة صوديوم، لما ياخذوا الصوديوم دقات القلب كتزاد، كي يشربوا الماء ضربات، نعم كيعطشوا. لماذا الماء؟ لماذا يشربوا ماء؟ يشربوا ماء باش يكون ديليوشن، باش يكون ديليوشن، باش هذاك الصوديوم ما يعطيش. والا سبحان الله الجسم كيطلب الماء. نعم كيطلب الماء، لان اشاره، نعم كيعطي ناقوس، كيضرب ناقوس ديال العطش. هذه فهذا هذا البوتاسيوم يسوي جميع الاشياء. ولذلك الاشخاص اللي عندهم النظام النباتي، اللي عندهم النظام النباتي كيكون عندهم اعصاب هادئه. نعم النظام النباتي ما كيتقلقوش، الناس ديال النظام النباتي لا ابد لا ما يتقلقوش، كتكون اعصاب هادئه. علاش؟ لان هذا التبادل على مستوى الخلايا الدماغ هي كالسيوم ماغنيزيوم، ولكن فيها فوسفور بوتاسيوم كذلك. علاش؟ البوتاسيوم كيعمل مع الصوديوم، ما كيعملش مع الفوسفور، ما كيعمل حتى مع البوتاسيوم، ديما كيعمل مع الصوديوم. الصوديوم مع الصوديوم ومع بعض المكونات اخرى، مع يعني اللي كنسميهم حنا ديوريتيك، مع هاد المكونات اللي كتسهل خروج الماء من الجسم، ديوريتيك. وكاين مكونات خلقها الله في الطبيعة ديوريتيك، هي ديوريتيك طبيعية خلق الله سبحانه وتعالى. هو أول ديوريتيك هو البوتاسيوم، هو نيت بوتاسيوم. علاش؟ لأن كيسحب كمية الماء الزائدة من الجسم خاصة تخرج. لأن لا خرجت كمية الماء من الجسم كتخرج معها السموم، كتخرج معها الأملاح الدائبة. يعني الأملاح كتخرج مع يعني هذا من جهة. شوف الطبيب اللي كيلقى حمض يوريك ارتفع، كرياتينين وحمض اليوريك ارتفع، هذه اليوري ارتفعت في الدم، يعني هنا خطر. كيعلم الشخص يقول لي لازم تستعد للتصفيه، لان حمض اليوريك قاتل وسام. حمض اليوريك باش يعرفوا الناس يعني مدى خطوره هذا الحمض اليوريك، الى شرف الله وقدر السامعين، اشخاص مثلا عمر واحد الحقانه برا كنسميوها البرا، الى عمر حقانه ديال 5 ملي 2 ملي كافيه، يعمر خمسة حقانة ديال 5 ملي من البول، شرف الله قدر السامعين مستمعينا الكرام، يحقنها الحيوان، يحقنها الكلب، يموت في الحال. هي الطريقة اللي كانوا كيقتلوا بها الفرنسيين اللي كان في عهد الاستعمار، كانوا الفرنسيين تيقتلوا الكلاب بهذه الطريقة هذه. يحقنها الكلب يموت في الحال، في التو من التو يموت، باش نوريهم يعني مدى يعني خطورة هذا يعني التسمم بحمض اليوريك. ولذلك الطبيب ملي كيقول الشخص خاصك تستعد للتصفية، خاص الشخص يفهم هذا الحديث ديال هذا، لان مواد سامه يجب ان تخرج من الجسم، منهم حمض اليوريك مع الكرياتينين عليهم، هذه العوامل، هذه مؤشرات، ولكن كاين اشياء اخرى. يعني الطبيب كيطلب هذه المؤشرات الاثنين، بعض المرات كيكتفي بالكرياتينين. علاش؟ لان الكرياتينين انطاغونيست، هي الكرياتينين تتقاطع مع حمض، هي ماشي تتقاطع يعني تمشي بالمسار، والكرياتينين الطبيب كيثيق في الكرياتينين اكثر من حمض اليوريك. نعم الكرياتينين ملي كتوصل 60 65 الطبيب كيعلم الشخص، تيقول له خصك تستعد للتصفيه. الى عليين الى كانت اشياء، وهذا الكرياتينين نزلت ان شاء الله 40 و35 وبدات كتنزل جيد، يعني راه الكليه بدات غير هاد في هذه الفتره قبل التصفيه. هنا فين بدا الطب الامريكي على الخصوص، هو اول طب بدا كيسحب الاشياء اللي فيها البوتاسيوم للناس. ولكن هذا البوتاسيوم خاصهم يسحبوه في هذه الفتره ملي كتبدا الكرياتينين تطلع. تما فين خاص الشخص ما ياكلش اشياء فيها بوتاسيوم؟ ما يمكنش، من المستحيل. ولو ان الطبيب كيحيد ليه القطاني وكيحيد ليه بعض الخضار وهذه والكريسيفا، ولكن لا يمكن، لان جميع ما خلق الله على وجه الارض فيه بوتاسيوم، غير بعد يحيد الاشياء اللي فيها بوتاسيوم مرتفع. مرتفع بحال الاشخاص اللي عندهم مشكل ديال اليوري طالعه، ما خصهمش ياكلوا التين الشوكي الهنديه. نعم الهنديه فيها يعني بوتاسيوم مرتفع جدا، بوتاسيوم مرتفع. والقطاني ماشي كلها فيهم بوتاسيوم. القطاني ماشي كلهم بوتاسيوم مرتفع. القطاني بحال الفول مثلا، الفول ما عندوش مشكل، ما عندوش بوتاسيوم مرتفع، ممكن شخص. ولكن العدس والفاصوليا نعم، العدس والفاصوليا نعم فيهم بوتاسيوم مرتفع. لان ليس كل القطاني عندهم نفس هذا فهذا الفول والجلبانه ما عندوش مشكل، الفول والجلبانه فيهم بوتاسيوم، ولكن ماشي بوتاسيوم مرتفع. اما ان يتوقف الشخص عن تناول الاشياء اللي فيها بوتاسيوم من المستحيل، لان كل النبات الذي خلق الله سبحانه وتعالى على وجه البسيطه هو يعني فيه بوتاسيوم. سؤال وردني عبر صفحه الفيسبوك، تقول السيده ان ابنتها مصابه
بمرض القلب ووصف لها الطبيب دواء يحتوي على البوتاسيوم. نعم. فهل هو جيد لها؟ نعم جيد أكيد. وعلين سبحان الله مرضى فشل كلوي. نعم. وهذا السيدة هذه نعم. تأخذ الدواء طبعا لأن نمط العيش ديالها غادي يكون نمط موضوي. نعم. هذه فوست فاست فود وكتأكل لحوم وأجبان وهذا. نعم. نعم تأخذ دواء ديال الطبيب الأقراص تأخذهم. في انتظار تسوي النظام الغذائي. نعم. في انتظار ترجع نباتية. نباتية نعم. فقط ترجع نباتية فقط. نعم. ما عندهاش سؤال آخر. لأن هذا التوازن. نعم. الله سبحانه وتعالى تكلم عن توازن في الكون. ربما أنا كنت أتكلم الآن ربما غنكون أحسن من واحد ولكن واحد أحسن مني. كين فهذه كين أشخاص اللي فسروا هذه القضية وكين أشخاص اللي سموها التغذية الميزان وهذه أشياء كلها ليس فيها ميزان. هذه التغذية نقريتها ليس فيها ميزان. الميزان هو اللي غنتكلم عليه ديال الله سبحانه وتعالى ماشي ديال الفين. الله سبحانه وتعالى وضع ميزان في الكون. نعم. شوف هذا الميزان شنو فيه. نعم. الميزان فيه أن جميع الزيوت التي خلق الله سبحانه وتعالى في الكون. نعم. هي زيوت ليست مشبعة. نعم. وهي زيوت فيها يعني الرابط سيس مش ترانس. ما كاينش ترانس في الطبيعة. الله لم يخلق الرابط ترانس. نعم. جميع الزيوت التي قام الإنسان بتكريرها وتصفيتها الريفاينين كلها فيها ترانس ما فيهاش سيس. يعني هنا هذا 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 هو الميزان. جميع ما خلق الله في الكون فيه بوتاسيوم. جميع ما أخرج الله سبحانه وتعالى من الأرض فيه بوتاسيوم. ما فيهش صوديوم أو كمية ضئيلة جدا. ملي كنلقاو مثلا 300 ملي غرام بوتاسيوم كنلقاو معها 5 ملي غرام صوديوم. يعني لا شيء. جميع الأشياء التي خلق الله فيها بوتاسيوم، جميع الأشياء التي صنعها الإنسان فيها صوديوم، لأنه كنضيفوا الملحة وكنضيفوا مونوسوديوم غليوتاميت هذا المنكه اللي كيسموه والغريب أنك تمنع لي منكه طبيعي. هذا هذا كل ما علاش أننا نضيف الملح ولا نضيف صوديوم للأغذية ديالنا. هذا هذا المشكل. يعني هذه الأشياء كل الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى كل ما يخرج من الأرض ليس فيه ضرر، كل ما يدب على الأرض فيه ضرر. سبحان الله. هذا هو البالانس، هذا هو الميزان اللي تكلم عليه الله سبحانه وتعالى. ميزان آخر هنتكلم على ميزان آخر، ندخلوا للتدقيق شوية باش نشوفوا العلم. كما قلت أنا الله سبحانه وتعالى وهبني عقل سريع الحفظ الحمد لله. وانا هذا وقف يعني هذا العلم هذا وهبته لله سبحانه وتعالى ما شاء الله. ان يتصفحوا الناس جميع كتب التغذيه. انا غنلخص لهم علم التغذيه انا. يتصفحوا اي كتاب، يدخلوا للانترنت يتصفحوا اي كتاب. من المستحيل تلقاو ماده غذائيه فيها الكالسيوم اكثر من الفوسفور. يعني اكثر من البوتاسيوم. الكالسيوم اكثر من الفوسفور. من الفوسفور. دائما كنلقاو الفوسفور ضعفين الى اربعه الاضعاف كميه الكالسيوم. دائما دائما الا مثلا لقينا 24 كالسيوم كنلقاو 70 ولا 80 فوسفور. نعم. لماذا؟ لان الفوسفور عنده مونوفالنت. نعم. عنده غير الكترون واحد. نعم. والكالسيوم عنده 2. نعم. بيفالون. يعني خص كميتان من الفوسفور باش تعادل كميه من الكالسيوم على الاقل، كميتان على الاقل. اذا كانت زايده جيد، اذا كانت زايده جيد. هذا الآن كين في يعني في الكون. يعني الميزان الأول هو أن ليس هناك صوديوم في النبات. النبات كله فيه بوتاسيوم، فيه قليل من الصوديوم. أنا عليه شوية كنبالغ باش نعطي الأهمية للأشياء. يعني هذا يعني في قليل من الصوديوم ولكن بوتاسيوم هو اللي معروف نبات بوتاسيوم. كله النبات كله معروف بوتاسيوم. هذه ليس هناك رابط سيس في الزيوت في المادة الدسمة التي خلق الله في النبات. زيوت يعني هذا الدهون. ليس هناك هذا الرابط السرطاني ترانس. نعم. يعني هذا هذا كذلك ميزان. كمية الكالسيوم مع الكلور مع الفوسفور، كمية الكالسيوم مع الفوسفور هي أن الفوسفور ضعفين أو ثلاث أضعاف الكمية الكالسيوم الموجود في الطبيعة اللي خلق الله سبحانه وتعالى يعني في الطبيعة. البروتين النشويات فيهم من 12 حتى 16، كان عندنا قمح في المغرب كيوصل حتى 17. نعم. القطاني 25. نعم. اللحوم فيت 30. بمعنى أن البروتينات الموجودة في النشويات هو الكمية الكافية للجسم. نعم. التركيز اللي خلق الله في النشويات هو التركيز الكافي لجسم الإنسان. نعم. هي 14-15 ديال بروتين. هذا النيتروجين. هذه كميات الفيتامينات اللي خلق الله سبحانه وتعالى خلقها خارج الحبوب.
الأملاح المعدنية والفيتامينات خلقها خارج الحبوب في الغلاف. نعم. ملي كنزولوا الغلاف يعني ننزع هذه المواد، يعني بحال مثلا القمح لما نغربي القمح لا يكون فيه أملاح معدنية، لا يكون فيه أملاح معدنية، الدقيق الأبيض ليس فيه أملاح معدنية، فيه نشا، فيه قليل من البروتين، هذا اللي بقات فيه شوية أثار أملاح معدنية، ولكن ليس فيه نشا وستارش اللي موجود هذا في الدقيق الأبيض، ولذلك هذا يعني هذا يتبعه ميزان آخر، يتبعه ميزان آخر، معنى ميزان آخر في النبات والحيوان، أن الأصل في التغذية هو النبات، أن التغذية الثانوية أو التغذية الجانبية أو التغذية الخارجة على المعهود هي التغذية الحيوانية. فلما اختل هذا الميزان ولو الناس يأكلون الحيوان يوميا أكثر من النبات، وهناك من يأكل اللحوم أكثر من النبات، نعم، ما غاديش نقول لهم ظهرت أمراض القلب والشرايين، إنما غادي نقول لهم ظهرت جميع الأمراض، نعم، بما في ذلك الأمراض الجلدية وبما في ذلك السمع والبصر وبما في ذلك الأسنان حتى الدرس. نعم. حتى نشوف الناس الآن سنان ديالهم الدرس ديالهم كيعاملين ما شاء الله، مبقاش كالسيوم يثبت على العظام ولا على الأسنان، ما أدراك السيلينيوم، كاين أعضاء في الجسم يوجد سيلينيوم مركز فيها وكيكون في العظام، السيلينيوم كيكون في العظام وكيكون في بعض الأعضاء وعلي مثل فهذا الأشياء هذه اللي خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. ميزان خلق الجسم يخزن الدهون يخزن سكريات هذا. نعم. عبر الجليكوجينوليزيس اللي كاينه في الكبد الليفر، ولكن لا يخزن النيتروجين، لا يخزن بروتين، سبحان الله. اذا نقص البروتين في التغذيه ياخذه الجسم من لحمه، كيتخاد من الداخل كيدوب اللحم. نعم. هذا الشيء يعني هذه هو الحديث اللي كان ادى الى مرض الكوارتشيوكور. نعم. هذا اللي كنسميوه حنا واحد الخلل بروتيني هذا. ولذلك هذا الاكل ضروري للانسان ولازم بروتينات، لكن الله سبحانه وتعالى خلق الجسم يتكيف مع الظروف. نعم. خلق الإنسان ممكن الشخص ما لا يمكن ما يأكلش بروتين لأن كل الأشياء فيها بروتين. نعم. غير بعض المرات تكون كمية شوية ضئيلة بحال الخضار. نعم. فيها كمية ضئيلة، الفواكه فيها، الفواكه الجافة فيها بروتينات مثل اللوز والجوز في بروتينات جيدة، حبوب. نعم. فيهم بروتينات مثل السمسم مثل حبوب الكتان فيهم. نعم. بروتينات، والبروتينات في القطاني وفي الحبوب، نعم، النشوية بروتينات كاينة في اللحوم، يعني في اللحوم في البيض في السمك، هذه هي يعني مصادر البروتين، ولكن. نعم. كثرة البروتين، الناس بقوا تتكلموا على البروتين حتى شوية فاتوا الحد، كثرة البروتين شنو عندها فيدباك كتنعكس. نعم. سلبا على امتصاص الفيتامينات والأملاح. نعم. يعني كثرة البروتين ما تخليش الأملاح المعدنية تمتص، شنو يوقع؟ كيوقع ديبريشن. نعم. ولذلك قلت بأن البوتاسيوم احنا كنسميوه المعدن البارد. نعم. The cold metal. نعم. وحتى في الطب الصيني كانوا كيدخلوه مع الماء، لأن الطب الصيني فيه النار والماء وفيه كيدخلوه مع معنى الماء، معنى أنه بارد. بارد. العرب كانوا كيدخلوا البوتاسيوم في الطبع البارد، لأن يعني العرب كيتكلموا على طبع البشر. نعم. علي نتكلم على ابن تيمية، ابن قيم جوزية، تكلموا على علماء يعني المقريزي، علماء كثر تكلموا على هذه القضية ديال طبيعة البشر. فالطبع هذا المعدن البارد هنا خليتها في الاخر البرنامج. نعم. الاشخاص اللي كي عندهم قلق سريع. نعم. واللي عندهم توتر. نعم. والاشخاص الذين لا يتحملون. نعم. الاشخاص كاين الناس ما يقدرش يوقف مثلا في الضوء الاحمر دقيقه، ما يقدرش، لا يقدر. نعم. يكون معصب، لا يقدر. نعم. يعني هنا انا بعض المرات كاين بعض التجاوزات، لان كتبان لي بانها اعراض ماشي تجاوزات، كتبان لي بانها مرض. نعم. كان عاقبه مريض بعض المرات، هذا كي مرض. النساء كذلك، النساء كيكون عندهم واحد الاضطراب نفسي اللي كيكون هاد الاشخاص هادو يرجعوا للنظام النباتي فقط. علاش؟ النظام النباتي فيه البوتاسيوم وفي التريبتوفين اللي تكلمنا عليه، في بوتاسيوم تريبتوفين وفي ماغنيزيوم. علاش؟ لان الماغنيزيوم يقتصر على النبات. نعم. ماغنيزيوم هو معدن النبات. هذا يعني المعادن البارده حتى هو كنسميوه المعدن البارد، هو يعني الماغنيزيوم والبوتاسيوم. نعم. هذه كلها معادن بارده، هذه داخله يعني الطب الصيني كيصنفها مع الماء. نعم. هذه كتدخل في يعني الاشياء التي تبرد الطبع ويعني تدخل طمانينه على الجسم، كيولي. نعم. الشخص شوف ملي كنا خير في المغرب بالامس القريب. نعم. ماشي غير البوادي، حتى المدن، البوادي المغربيه كانوا ياكلوا نبات وكيتحركوا كيخدموا في الحقول، ومع ذلك وكياكلوا اللحم نهار السوق. نعم.
ما كانش يعني ناس ما كانوش كيتقلقوا ما كانوش كيطلقوا ما كانوش كيتعاركوا ما كانوش كيتضاربوا ما كانش هاد المسائل الحزازات اللي عندنا. كان المشكل اللي كان في البوادي هو هذاك تهراس الحدود ولا حاجه ولا البهيمجه والزراع ولا حاجه، ما هذه اشياء بسيطه الناس يتفادوها، يعني الاعصاب كانت بارده. اما نمشي الان البوادي، الان الناس متوترين اكثر من المدن في البوادي اكثر من المدن. نعم. لماذا؟ لان زاغوا عن التغذيه النباتيه. نعم. ولكن مخا ولو البوادي باقي مزيانه على الطبع. الان الانسان في الباديه الطبع ديالو احسن بكثير من الانسان في المدينه، كاين فرق بكثير. نعم, نعم. كاين فرق. هما يعني النظام الغذائي عندهم مغلب النبات. انا كنشوف الاطفال والنساء المسنين والاطفال والنساء كيعطيوك حال المجتمع. نعم صافي. اذا كانوا المسنين بخير معناه ان النظام الغذائي جيد. إلا كانوا النساء ما عندهمش خلل هرموني وما عندهمش أشياء جلدية ولا تساقط الشعر ولا المشاكل ديال الأظافر ولا شيء والعظام ولا الرباطيزم ولا شيء، هاد التغذية جيدة. نعم. نساء ملي كانوا كيطبخوا في الطين بزيت الزيتون ياكلوا النبات، النساء ما كانوش كياكلوا بكثرة. النساء في المغرب كانوا معروفين ما كياكلوش، كانوا كياكلوا تولوت كمية اللي كياكلوا الرجال. نعم فعلا. كانوا يعني كانوا النساء بخير، يعني لا البشرة ديالهم جيدة ولا الجلد ديالهم جيد ولا الطبع ديالهم جيد، وكنا يتحملنا وكنا عليهن، كان عندهم طبع بارد ماشي بحال الآن. فهذا المشكل اللي حاصل على علاش ان هذا القضيه ديال طبع البشر يدخل في طبع البشر ثم تترتب عليه سلوكيات، وهذه السلوكيات هي اللي يعني الاسلام تعامل معها. نعم. ولكن تعامل معها باسبابها. نعم. الاسلام تعامل معها باسبابها، ولذلك شرع عدم الاسراف. نعم. وشرع عدم التبذير. القران كله نباتي، القران كله نظام نباتي، القران كله نبات يعني. نعم. قليل كاين ايات قليله، ولحم طير مما يشتهون كاينه في الجنه، هاد الايه دي تخص الجنه. وكاين ايه ديال سيدنا ابراهيم اللي جاوا الضيوف. نعم. جاب لي معجل فراغ. نعم. الى اهله فجاء بعجل سمي. نعم. يعني هنا علي بحال الرمز اللي رمز لنا بهذه الايه ديال سيدنا ابراهيم، ان القران رمز لنا ان اللحم يبقى طعام الضيافه وطعام الولائم. نعم. حتى اللي بغى يكرم اهله ولا والديه. نعم. ولا حاجه. نعم. ماشي كل يوم. نعم. اما ملي كيولي طعام ديال كل يوم كيولي اختلال. نعم. خطير جدا في النظام الغذائي. لماذا؟ لان اللحم غادي احنا زدنا، دابا كنا كنقولوا غير كوليسترول والدسم المشبع، زدنا الصوديوم. نعم. وهذا مشكل. وغنزيدوا الهرمونات زينوبايوتيك هرمونز، وغنزيدوا المضادات الحيويه اللي ربما يجي بها اللحوم. اللحوم دابا ولات تقريبا التقنيات كلها لا الدواجن ولا اللحوم، ولات تنتج بنفس الطرق. نعم. ان هذه المركزات الاعلى في المركزه. نعم. طبعا فيها عوامل النمو وفيها اشياء، هذه ما يمكنش يعني ما يمكنش يكون اللحم كيما الحيوانات المسروحه. ولذلك بحال في اوروبا الان، في فرنسا الان، في فرنسا الا مشاو الناس للسوبر ماركت غيلقاو بالفرنسيه، ما غنقولهاش بالانجليزيه، غيلقاو بالفرنسيه فيون دو باتوراج. نعم. ديال وكاين فيون دونغريسمون. نعم. كاين جوج الانواع ديال اللحوم، وغادي يشوفوا الثمن ديال الحيوانات المسروحه، اللحوم الاخرى اللي بايستورين ميت مربع. غادي يشوفوا الحيوانات المسروحه طبعا غادي تكون اكثر، بعض المرات اربعه الاضعاف الثمن. نعم. ديال الحيوانات اللي كتاخذ يعني الاف مركز. فهاد غادي يعني هاد العناصر اللي بدينا كنتكلموا عليها، الاملاح المعدنيه وهاد الاشياء، بدينا جايين من الجهه الاخرى باش ناكدوا للناس يعني الاشياء اللي تكلمنا عليها في الحلقات الاولى، باش الناس يبداوا يغيروا هذا نمط العيش شويه ويبداوا يشوفوا الامور، يعني على الاقل يعرفوا الاسباب. الى عرف الشخص الاسباب طبعا ما غادي يكون عندنا مجتمع جيد. غادي ان شاء الله غادي الامراض. الا سمحتي غادي نقاطعك، لان ما طرحناش اسئله اللي جاتني عبر صفحه الفيسبوك. هناك اسماء تجيني غريبه ولكن ساذكرها. هناك ميرا العربي تقول: هل ارتفاع نسبة البوتاسيوم لأكثر من 9 يكون هناك فشل كلوي؟ ما يكون خطأ. لا ماشي فشل كلوي، لا أصحاب الفشل الكلوي الطبيب كيبقى يراقب البوتاسيوم ما خصوش يطلع. يعني هذا الرقم 9. لا 9 خطير. لا 9 خطير، يعني هو 5-5 يعني لكان جيد، يعني هذا التركيز المثالي. لا لا خطر. لا خطر. لا خطر. خطر لو وصل البوتاسيوم 9 خطر. هناك يونس: السلام عليكم، هل ملح الطعام يحتوي على بوتاسيوم؟ وهل يمكن الاستغناء عن ملح الطعام نهائيا وكذلك السكر؟ جزاكم الله خير. نعم جيد. نعم جيد سؤال. لان ملح الطعام العادي اللي كنعرفوه هو كلورايد صوديوم. نعم. صوديوم كلورايد. هذا الصوديوم كلورايد ما فيش بوتاسيوم، يعني صوديوم في كلمه صوديوم. نعم. طبعا ممكن ان نستغني عن ملح الطعام بدون اي مشكله. والسكر
عالية من دون علاش، لأن الصوديوم الموجود الجسم لا يحتاج الصوديوم بكثرة، بالعكس كلما كان الصوديوم مرخفي جيد. والصوديوم موجود عليا في الطبيعة بالقدر الذي يحتاجه الجسم، لأن الله سبحانه وتعالى وضع ميزان في الكون. التركيز الموجود في النبات هو التركيز الذي يكفي الجسم بدون زيادة، يعني كيكون بالمقارنة مع البوتاسيوم تيكون البوتاسيوم فايتو بكثير، كما بعض المرات كيكون فايتو بستين ضعف. تركيز ديال 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 البوتاسيوم بمعنى 60 ضعف، من ما الى كانت 60 غرام بوتاسيوم كتكون غرام صوديوم. هذا هو يعني احنا 60 ضعف، الا كانت 120 مثلا بوتاسيوم كتكون 2 غرام صوديوم، بعض المرات كيكون صفر صوديوم، كاينين النباتات ما فيهاش صوديوم فيها بوتاسيوم 100%، يعني بطاطا الحلوه وبطاطا القصبيه وهذه نعم يعني بوتاسيوم هذا. ولذلك هذا علاش احنا تكلمنا عليهم في النظام الغذائي لاصحاب القلب والشرايين واصحاب السكري. لماذا؟ لأن المالين السكري مشكل أصحاب السكري مع البوتاسيوم كي يقوم بواحد التوازن داخل الجسم، توازن الماء داخل الجسم، وأصحاب السكري ما خصهمش يجمعوا الماء. يجب أن لا يجمع صاحب السكري الماء، ويجب أن لا يجمع كوليسترول وشحوم في جسمه أوبيزيتي، ما خصش يكون عنده شحوم في الجسم مصابين بالسكري. البوتاسيوم كيخلي الدم يدور بسرعة، يعني خص يكون الدم جاري. نعم كيكون الدم جيد، يعني هذا صاحب السكري ملي كيكون الدم تخين لا يمكن للسكري تضبط في الدم، هو تخين خص يكون دم جاري، يكون دم خفيف، ما يكونش عنده مشكل. لما يكون هذه الدورة الدموية، لما تكون الدورة الدموية ثقيلة الشخص يعني يجب أن يبتعد من الناس، لأنه يعني يصبح عنيف ويصبح قلق وضجر ومتوتر. ملي كيكون الدم تخين يعني الدورة الدموية ما تدورش، ملي كيكون الدم خفيف عليا هي المثل العربي تقول لك دمك خفيف. معنى دمك خفيف انك ما كتقلقش، انك دائما يعني مبشور وجيد. هذا ولذلك شوف العرب لما كانوا يقتاتون على الشعير والتمر، سبحان الله الشعير والتمر حيت مانيزيوم نعم مصدر الكروميوم والزنك والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والالياف الغذائيه والمضادات الاكسده والبروتينات والتريبتوفان، يعني يكون موجود في الشعير والتمر، فيه مكون الايودين وفيه مكون الفيتامين بي وفيه عوامل النمو وفيه مونغانيز ماغنيزيوم كالسيوم في حديد وفيه الياف غذائيه، يعني سبحان الله يعني الانسان مرتاح. نعم غادي يكون مرتاح بصحة جيدة، وكانوا كيركزوا مزيان وكانوا كيتحملوا، كان عندهم جيد. فهذا المشكل اللي ولا عندنا احنا دابا، البوتاسيوم نقص، مضادات الاكسده نقصت، الفيتوستروجينات نقصت، الالياف الغذائيه نقصت، الصوديوم ارتفع، الكوليستيروم ارتفع، الشحوم المشبعه يعني الدسم المشبع ارتفع، يعني هذه حاله تعطي امراض قلب الشرايين، تعطي امراض مناعيه، تعطي تخثر الدم، تعطي يعني توتر عصبي، تعطي هشاشه العظام، تعطي حتى العقم، تعطي العقم يعني لا يمكن يعني المراه يكون عندها كوليسترول طالع ما يمكن ما تحمل اذا كان عندها اوبيزيتي، المرأة عندها اوبيزيتي ما تحملش. ولذلك انا يعني لاش مبغيتش نضيق للناس حياتهم، نقول لهم بوتاسيوم كاين هنا وكاين هنا، لا، بوتاسيوم موجود في كل ما اخرج الله من الارض. نعم نبات، جميع النبات فيه بوتاسيوم. يعني الشخص غادي يقول لك واش الكميه، واش غنحصل على كميه؟ نعم، الا الى 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 اكلتي نبات كميه كافيه، علاش؟ لان كلما اكلت الحيوان يلزمك بوتاسيوم اكثر. لماذا؟ لانك دخلتي الصوديوم للجسم، والبوتاسيوم كيعمل مع الصوديوم توازن، صوديوم كنسميوها بومب، الصوديوم شانل، هذه على مستوى الخلايا الصوديوم بوتاسيوم بومب، هي سميتها هكا لا بومب صوديوم بوتاسيوم، هي اللي ماشي يخدم بها كل شيء، يعني بما في ذلك الخلايا الدماغيه هي كتخدم بهذا لا بومب صوديوم. فهذه اذا دخلتي صوديوم زايد خصك بوتاسيوم اكثر منه باش يكون عندك يعني بالانس. والماء يعني ولذلك الناس سبحان الله ملي كياخذوا الناس ملح كيشربوا الماء بكثره وعندهم صوديوم في الماء. نعم عندهم صوديوم في الماء، هذا السائل هذا الملح طاعم ممكن، ولكن ثلاث مرات هناك ملح بداو كيبيعوه عوض الصوديوم في بوتاسيوم، عوض ما يكون ان اي سي ال، عوض ما يكون كلورايد صوديوم، دابا كلورايد بوتاسيوم. وهذا الملح ديال ملي كيكون بوتاسيوم عاليا وملح طعام فيه شويه بوتاسيوم ولكن الصوديوم غالب، يعني في 98 97% صوديوم، في اثر بوتاسيوم شويه قليل. هو البوتاسيوم كيكون الملح ديالو شويه حار ماشي بحال الصوديوم. وهذا كاين دول الان بدات كتبيع الكسائل، عوض النسائل كتبيع الكسائل، وهذا الكلورايد البوتاسيوم الناس هنا غادي يكون مشكل. هنا غادي يكون مشكل. لماذا؟ اللي غادي يولي خلل. لماذا؟ لان خلينا البوتاسيوم النبات الغذائي، البوتاسيوم الغذائي اللي موجود في النبات، يعني موجود في النبات بكثره، غادي نبداو ناخذ البوتاسيوم النباتي وغنبداو ناخذ البوتاسيوم على شكل ملح.
هنا غادي يكون مشكل. أكيد غادي يكون مشكل. علاش؟ لأن غادي يبقى الكلورايد، حيت الكلورايد كيخدم مع الصوديوم، غادي يبقى الكلورايد غادي يشد يبقى في تما في الجسم، ثم الصوديوم غادي يكون مرتفع، عندنا غادي ناخذ الصوديوم ديال الملح غادي يمشي مباشره، لان دائب هو دائب، البوتاسيوم دائب، غادي يمشي دائما لهذا اللي كنسميوه الوسط الداخلي، الميليو انتيريور. الوسط الداخلي شنو هو؟ الوسط الداخلي هما السوائل، هما هو السوائل فقط، وجميع الاشياء هذه داخل الجسم. بدون سوائل الجسم لا يعمل، فيزيولوجيا الجسم كلها كتعمل بالسوائل. وثم التبادل عبر الدم، الدم شنو؟ سائل، الدم كذلك سائل، انا نسبه الماء في الدم يعني 90%، يعني هو وسائل تبادل في الجسم وعبر السوائل. نعم. يعني عبر النسخ وعبر الدم وعبر السوائل الجاريه في الجسم التي تدور. ثم لما نفصل الماء عن الدم على مستوى الكليه، نعم، فهذا الماء الذي نفصله الذي يرميه الشخص خارج الجسم، نعم، على شكل بول، شرف الله قدر السامعين، نعم، ومعه النفايات الدائبة كلها السامة، من حمض يوريك، من يعني الموائد السامة الدائبة هي اللي كتصفى، نعم، على مستوى الكلية، نعم، والبوتاسيوم الذي يقوم بهذه العملية. علاش؟ لأن البوتاسيوم يدفع التصفية، يدفع، نعم، يقوي التصفية. هذاك الشيء دي كلمة ديوريتيك مع ديوريتيك، وكأنه يعصر هذه الكلية هذه باش تخرج يعني هذا الماء الذي يحتوي على مواد سامة. إذن هناك سؤال آخر من أحمد زيتوني، يقول هناك تفاوت في نسبة البوتاسيوم من مياه إلى أخرى، أي المياه أفضل؟ هل تلك التي تحتوي على نسبة أقل أم العكس؟ وشكرا. المياه تحتوي على صوديوم أكثر من بوتاسيوم مع الأسف. كاين المياه المالحة، عليا المياه المالحة تحتوي على يعني على مكون الصوديوم، ماشي غير الصوديوم، كتوحي على الصوديوم ومغنيسيوم وكالسيوم، يعني الكالسيوم موجود بكثرة، يعني الكالكير هذا الكالسيوم موجود بكثرة بالمياه. لكن هذا بوتاسيوم المياه لا يعنينا في شيء، بوتاسيوم لا نحتاج احنا بوتاسيوم المياه. يعني لماذا؟ لأن البوتاسيوم موجود في كل ما خلق الله في الكون، يعني كاين متوفر، يعني لا ينشغل الناس، فقط لا يكون هناك عدم توازن صوديوم بوتاسيوم، يعني ما يكونش صوديوم زايد ما يخليه بوتاسيوم النبات. بوتاسيوم لا يطغى في الجسم أبدا، لا يطغى في الجسم، يعني ولو أن مثلا هذا التين الشوكي ولا الضلفة الهندية ولو أن فيها 1000 ميلي جرام، ولو أكل الشخص يعني 20 حبة أو 50 حبة من التين الشوكي فلا يقع خلل في الجسم. لماذا؟ لأن البوتاسيوم كما قلت هو يعني لا يشكل خطر على الجسم، ومعدن مسالم، معدن مسالم، ليس كالصوديوم. الصوديوم كنسميه أغريسيف، يعني الصوديوم خطير بالنسبة للقلب على الخصوص، عضلة القلب الصوديوم يعني خطير. فهذه الأشياء هذه مع الأسف. النبات يبرد الطبع، النبات يبرد الطبع، نعم، كيكون طبع بارد هادي جيد، يعني ما عندوش مشكلة. علاش؟ بوتاسيوم ماغنيسيوم، بوتاسيوم ماغنيسيوم موجود على الكالسيوم كيدخل تما، ولكن نعم هادو هي نبات، ولذلك هاد الناس اللي كيبقاو يقلبوا على اقراص ويقلبوا على الماغنيسيوم، وانا عندي هنا وانا عندي، الى حبسوا الكوليسترول، مصادر الصوديوم والكوليسترول اللي هي المواد الحيوانيه، نعم، وتناولوا نظام نباتي، عليه المواد الحيوانيه ياكلوها ماشي ما ياكلوهاش، عليه المره في الاسبوع اذا كانوا يتحركوا، نعم، ما تكونش اعتياديه، ما تكونش، نعم، يوميه، يعني ما تكونش يعني الشخص، يعني كنشوفوا بعض المرات كيوقع شجار على مستوى العائلات، أكيد. كيدخل الشخص من العمل الى ما لقاش مثلا السيده عامله له الغداء باللحم كيتقلق، هنا كاين خطا، لانك شوف الان بدينا كنلاحظوا في المجتمعات الراقيه، نعم، علي ربما الناس يسمعوا كلمه راقيه غادي يمشي الفكر ديالهم للدول الغربيه، لا، نعم، الدول الراقيه في التغذيه هي سريلانكا، نعم، هي الهند، هي، نعم، الصين، هي، نعم، اليابان، هي كوريا، هي، نعم، هذه ماليزيا، هي اندونيسيا، هذه كلها دول راقيه، هي فيتنام، هي تايوان، هي هذه كلها دول راقيه في التغذيه، نعم، لماذا؟ لانها تاكل النبات أكثر من الحيوان، نعم، لأنها تأكل بقدر، ما كتأكلش بكثرة، نعم، هذه الدول هذه، ولأنها تأكل خشاش الأرض، نعم، وأكيد تكون عندهم الأمراض قليلة، لا بالطبع قليلة، لو كان كانت نسبة السرطان في الصين بحال الدول الغربية لكان ما كانت الشركات ما تقدرش يعني تواكب هذا. إذن شكرا.